الهجوم الأول كان مجرد حادثة، والهجوم الثاني اتأكدنا إنه عمل إرهاب، لكن مع الهجوم الثالث أدركنا إنها الحرب، أمريكا بتتعرض للقصف. ده كان تعليق الرئيس الأمريكي جورج بوش على هجمات 11 سبتمبر. كل حاجة بدأت ببلاغ لإدارة بوسطن الأمريكية للطيران باختطاف طيارة، وكانت مفاجأة لكل واحد بيتبلغ بالمعلومة، لدرجة إن كتير فكروها مناورة، لكن الجملة اللي الكل بدأ يأكدها ويرددها في اللحظة دي هي America is under attack. الكلام ده كان الساعة 8:47 دقيقة بالظبط، واللي حصل إن قبل الحادثة بدقايق برج المراقبة اللي بيوجه الطيارات في الجو اتقطع الاتصال بينه وبين الطيارة American 11، فحاولوا يتواصلوا معها من جديد. لكن خلال لحظات كانت وسائل الإعلام بتعلن خبر انفجار طيارة ركاب مدنية في برج التجارة العالمي في نيويورك. في الوقت ده، وخد بالك من المعلومة دي، كان جدول الرئيس الأمريكي مترتب له أنه يخرج في زيارة لمدرسة ابتدائية في فلوريدا بعيد عن واشنطن ونيويورك، وفعلا قبل انفجار أول طيارة كان وصل فلوريدا، واتصلت بيه كونداليزا رئيس مستشارة الأمن القومي بلغته باللي حصل. لكن هو افترض أن اللي حصل ده مجرد حادثة وخطأ طيار، يعني الطيار مثلا غلط غلطة فنية اتسببت في انحراف مسار الطيارة ودخلت في برج التجارة العالمي. هو افترض كده، وحرس الرئاسي هو كمان افترض كده، وبناء عليه استمروا في زيارتهم للمدرسة عادي لحد الساعة 9، يعني بعد 13 دقيقة من انفجار الطيارة الأولى. وصل الرئيس الأمريكي خبر جديد بانفجار طيارة تانية في برج تاني. في اللحظة دي الحسبة اتغيرت تماما، وبعد ما كان تقييم اللي بيحصل بأنه حادثة عادية، الكل بدأ يتأكد إن اللي بيحصل هجوم إرهابي. فتم سحب الرئيس الأمريكي من الفصل اللي كان قاعد فيه مع التلاميذ على غرفة منفصلة جوه المدرسة مجهزة بأجهزة تليفون متصلة بالبيت الأبيض مباشرة. معلومة على جنب كده، أي مكان بيزور الرؤساء بيتم تجهيز غرفة فيه قبل الزيارة علشان تكون زي غرفة إدارة أزمات، علشان لو حصلت أي مشكلة خلال الزيارة. المهم بدأ الرئيس يتواصل مع نائب الرئيس ديك تشيني وكونداليزا رايس في البيت الأبيض، وهو زي ما قلنا فين؟ في فلوريدا. وكانت كل الإجابات على أسئلته ما نعرفش، مين اللي عمل كده؟ ما نعرفش، إزاي ده حصل؟ ما نعرفش، خطفوا كام طيارة؟ ما نعرفش، لسه فيها هجمات جديدة ولا لأ؟ ما نعرفش، كام واحد مات؟ ما نعرفش. فطلب الرئيس من الحرس الرئاسي انهم يرجعوا البيت الابيض في واشنطن، لكن المفاجاه انهم رفضوا. ليه رفضوا؟ لانهم توقعوا ان البيت الابيض نفسه ممكن يكون مستهدف بطياره تانية طايره في الجو ومحدش يعرف عنها حاجه. الاهم من كده انهم قرروا يغادروا المدرسه فورا. ليه؟ لانها ممكن هي كمان تبقى مستهدف. طيب هيروحوا فين؟ في اللحظه دي حرفيا ما كانوش يعرفوا. كل اللي كانوا عارفينه انهم لازم يطلعوا في الجو بعيد عن الارض، لان الارهابيين ممكن يبقوا عارفين خط سير الرئيس على الارض وانه رايح المدرسة دي، لكن لما يطلع في الجو مش هيقدروا يحددوا خط سير الطيارة الرئاسية. الأهم من كده، سلاح الجو الأمريكي ممكن يبعت طيارات مقاتلة تحمي الطيارة الرئاسية في الجو، وبالتالي أأمن مكان في اللحظة دي كان السماء. في اللحظة دي الرئيس كان بيسأل سؤال واحد، إزاي أمريكا بجلالة قدرها تتعرض لهجوم إرهابي بالشكل ده وجهاز المخابرات ما يبقاش عنده معلومة، خصوصا وإن تقرير المخابرات في اليوم ده تحديدا 11 سبتمبر واللي بيتعرض على الرئيس كل يوم الصبح قبل ما يبدأ شغله ما كانش فيه أي معلومة عن اي هجمات ارهابيه محتمله. وخلي بالك من المعلومه دي علشان هنحتاجها كمان شويه. ايه هي المعلومه تاني؟ ان المخابرات الامريكيه ما بلغتش الرئيس الامريكي بوجود معلومات عن هجمات ارهابيه محتمله. حضرتك تقول لي وهي كانت تعرف؟ اقول لك الله ينور عليك، خليك فاكر السؤال ده بقى علشان هنجاوب عليه كمان شويه. الساعه 9:16 دقيقه النائب العام الامريكي ثيودور اولسن كان منهار. حضرتك تقول لي اكيد علشان ضحايا تفجير البرج الاول والتاني. اقول لك لا، كان منهار لانه مش لاقي مراته. حضرتك تقول لي وايه علاقه مراته بالموضوع؟ اقول لك لان مراته كانت راكبه طياره من بين 4000 طياره في الجو في اللحظه دي، كانت مسافره في رحله داخليه من ولايه لولايه تانية، وبما ان الطيارات عماله تتخطف فهو قلق ان طياره مراته تكون من الطيارات اللي اتخطفت. لكن في وسط القلق ده يرن تليفون، مراته بتتصل بيه. الحمد لله مراته بخير واطمن عليها. جري على التليفون بسرعه ورد، ايوه يا حبيبتي ده انا كنت هموت من القلق عليكي. ايوه يا ثيودور الحقني، طيارتي اتخطفت. قبل ما يرد عليها كان الخط اتقطع. في نفس اللحظه كان جون توماس مدير العمليات في برج المراقبه بيبلغ السلطات الامريكيه ان الطياره امريكان 77 اتخطفت. دي طياره مين؟ الله ينور عليك، طياره زوجه النائب العام الامريكي، او اللي هي واحده من ركابها يعني. المهم الطياره كانت في طريقها للبيت الابيض، وده معناه ان البيت الابيض كان مستهدف. لكن قبل ما الطياره توصل له على بعد 9 كيلومتر بالظبط، تغير الطياره مسارها وتقرر انها تضرب مقر البنتاجون اللي هي وزاره الدفاع الامريكيه بدل
البيت الابيض. وفعلا تنفجر الطياره في البنتاجون وتسجل كاميرات المراقبه انفجار ضخم جدا في اقوى واخطر مبنى دفاعي في العالم، مبنى البنتاجون. طيب وزوجه النائب العام الامريكي الله يرحمه، بالمناسبه كانت محاميه وواحده من اهم المدافعين عن الرئيس الامريكي جورج بوش، وواحده من اشهر ضيوف القنوات الاخباريه الامريكيه. في اللحظه دي كان لازم يكون في رد سريع ضد كل الطيارات اللي في الجو، حاجه من اتنين، اما انك تضرب اي طياره تشك فيها وتوقعها قبل ما تنفذ عمليه ارهابيه جديده، لكن خد بالك دي في النهايه طيارات مدنيه ما نقدرش نضربها والا تبقى كارثه، او الحل التاني وهو انك تنزل كل الطيارات دي في اقرب مطار وبالتالي اللي هيفضل هي الطيارات المخطوفه وساعتها تقدر تتعامل معاها. لكن برضو انك تنزل 4000 طياره من الجو في توقيت واحد دي كارثه، فوضى شديده جدا محدش يقدر يتعامل معاها، خصوصا وان ممكن يكون من بين ركاب الطيارات دي ارهابيين ينفذوا عمليات ارهابيه جديده جوه المطارات نفسها. فكان القرار انه لا، سيب الطيارات طايره في الجو زي ما هي وخلينا ندور على حل تاني. ايه الحل التاني؟ محدش يعرف، حرفيا محدش يعرف. في اللحظه دي بمجرد ما تعرف ان في طياره كانت في طريقها للبيت الابيض، ديك تشيني نائب الرئيس كان في مكتبه وفجاه دخل عليه رئيس الحرس بتاعه وبدون ما يتكلم رفع ديك تشيني من على كرسيه، بايده اليمين رفعه من حزامه وبايده الشمال مسك كتفه وشاله حرفيا من على الارض وخرجه بره مكتبه علشان ينزل بيه لملجا الطوارئ تحت الارض. مين اللي بيحكي المشهد ده؟ ديك تشيني نفسه. بيقول انا عارف كويس حجم التدريبات اللي بتخضع لها اطقم الحراسات الخاصه في البيت الابيض، وبناء عليه كنت مدرك كويس ان مدام الحارس الشخصي بتاعي اتعامل معايا بالشكل ده فده معناه ان حياتي فعلا مهدده ولازم استجيب لاوامره لان مفيش وقت. وفعلا بدون ما اساله نزلت معاه الملجا الطوارئ. في نفس الوقت كان حرس الرئيس بيفكر هيطلع بالرئيس من المدرسه على فين، وقرروا انهم يبعدوا عن واشنطن ونيويورك تماما، وكان افضل مكان في الوقت ده هو القاعده الجويه باركسدل. انا عاوزك تتخيل معايا ان كل القوات العسكريه الامريكيه وكل الترسانه العسكريه الامريكيه في اللحظه دي، ورغم كل اللي حصل الا ان محدش منهم اتحرك ولا ضرب طلقه. ليه؟ لانهم مش عارفين يضربوا نار على مين ولا هيواجهوا مين وفين. كل اللي هم شايفينه ان طيارات ركاب مدنيه بتغير مسارها وتنفجر في اهداف ما ينفعش تتضرب زي البنتاجون او وزاره الدفاع الامريكيه. حد من حضراتكم يسال سؤال مهم، هو مدير المخابرات ووزير الدفاع كانوا فين وبيعملوا ايه؟ اقول لك دونالد رامسفيلد وزير الدفاع ما كانش حد يعرف هو فين. كونداليزا رايس مستشارة الامن القومي نفسها قالت انهم حاولوا يوصلوا له كتير اول ما الهجمات ابتدت لكن تليفونه ما كانش بيرد. اما مدير المخابرات جورج تنت فبمجرد ما الهجمات بدات نزل في ملجأ تحت الارض، وبعد ضرب البنتاجون ما كانش فيه حل غير تفعيل القرار اللي رفضوا ينفذوه في بدايه الهجمات، وهو انزال كل الطيارات اللي في الجو لاقرب مطار. 4000 طيارة هتنزل في توقيت واحد على الارض، لكن مفيش حل غير كده، لو استنينا اكتر من كده طيارات اكتر هتضربنا واحنا واقفين نتفرج. وفي نفس الوقت صدر قرار باخلاء البيت الابيض، كل الموظفين تهرب من البيت الابيض دلوقتي حالا. خد بالك احنا بنتكلم عن اهم منشأة حكومية في العالم، البيت الابيض، المكان اللي بيدار منه العالم حرفيا. فجأة المكان ده اصبح غير قادر على تأمين حتى الموظفين اللي شغالين فيه، وفعلا كل الموظفين خرجوا يجروا في الشوارع، لدرجة ان جينيفر ميلر وايس قعدت السكرتير الصحفي البيت الابيض بتحكي وبتقول كنت لابسه جزمه بكعب عالي ومش عارف اجري، فشافني ظابط من ظباط الخدمه السريه صرخ في وشي وقال لي اقلعي جزمتك واجري، وفعلا قلعت جزمتي وجريت، وفضلت النار ماسكه في ابراج مبنى التجاره العالمي لحد الساعه 9:59 دقيقه بالظبط. وقتها انهار اول مبنى، مش بس على كل اللي فيه لكن على كل الناس اللي واقفه تحته بتتفرج وبتصور، وحتى عمال الانقاذ اللي كانوا بيحاولوا يخلوا المبنى من الناس اللي فيه. منظر مهيب، لاول مره حد يقدر ينقل الحرب لداخل الأراضي الأمريكية، ومش بس كده ده كمان انتصر. في نفس الوقت كان الرئيس قاعد في قاعدة باركسدل ما بيعملش أي حاجة مفيدة وعايز يرجع البيت الأبيض بأي طريقة، لكن طقم الحرس رافض. وخد بالك وفقا للقانون الامريكي صاحب القرار الاول والاخير في تحرك طائره الرئاسه هو الحرس الرئاسي مش الرئيس. ليه؟ لان الحرس الرئاسي هو اللي مسؤول عن تامين الرئيس نفسه، وبالتالي الحرس يعرف مصلحه الرئيس اكتر من الرئيس نفسه. المهم قرر الرئيس وطاقم الحرس الرئاسي انهم يتنقلوا لقاعده عسكريه ثانيه اسمها قاعده اوفيت الجويه في نبراسكا، وده ليه؟ لانها مجهزه بملجا تحت الارض والملجا نفسه مجهز بامكانيات تسمح له باداره الازمات، وبالتالي يقدر يتواصل عن طريق الفيديو بالبيت الابيض. زي ما اتفقنا تم اخلاء البيت الابيض من كل الموظفين ما عدا نائب الرئيس ومعاه كونداليزا رايس مستشاره الامن القومي ومجموعه من اهم الموظفين نزلوا ملجا تحت الارض. في الوقت ده كان السؤال اللي الكل بيساله، الهجمات خلصت ولا لسه؟ وقبل ما حد يجاوب على السؤال برج المراقبه يفقد الاتصال مع طياره رابعه يونايتد 93.
We have a Boeing 757. Can you see him up there, sir, and tell me in altitude if that's able? إيه خط سير الطيارة؟ الطيارة كانت في طريقها للبيت الأبيض، وللمرة الثانية طيارة تستهدف البيت الأبيض. الطيارة الأولى اللي كان فيها زوجة النائب العام وغيرت مسارها وانفجرت في البنتاجون، ودي الطيارة الثانية. هنا حد اقترح إن يتم ضربها في الجو. أنت خلاص متأكد إن الطيارة مخطوفة وشايفها بتتحرك في اتجاه البيت الأبيض في واشنطن، مستني إيه؟ هتفضل مستني لحد ما تنفجر في البيت الأبيض؟ لكن خد بالك هنا إن مهما كان أنت عاوز تضرب طيارة ركاب، صحيح مخطوفة، لكن بدل ما تحاول تنقذ ركابها من اللي خاطفينها، أنت عاوز تضربها باللي فيها، وده قرار خطير جدا محتاج موافقة الرئيس نفسه. وفعلا ديك تشيني واللي كان بيناقش القرار ده اتصل بالرئيس جورج بوش وعرض عليه الموقف وطرح عليه فكرة ضرب الطيارة في الجو، وكانت المفاجأة ان الرئيس جورج بوش وافق على ضرب الطيارة، وبسرعة اتكلف المسؤول العسكري في البيت الابيض بتنفيذ مهمة اسقاط الطيارة. وبعد شوية وقت اختفت الطيارة من على الرادار. ايه اللي حصل؟ الطيارة وقعت. وقعت احنا اللي ضربناها ولا اتكعبلت وقعت؟ وقعت ازاي؟ فكان رد المسؤول العسكري ما نعرفش. يعني ايه ما نعرفش؟ الرئيس جورج بوش بدا يزعق وقال صراحة انكم ضربتوها او ما ضربتوهاش، ضربتوها ولا لا؟ فكان رد المسؤول العسكري البيت الابيض ما نقدرش ناكد او ننفي. بتعرف تسوق عربيات؟ مش يمكن لما اسوق اطلع بعرف؟ هو ده كان الاداء في البيت الابيض، هو ده كان مستوى ادارة الازمات في الادارة الامريكية لحظة هجمات 11 سبتمبر. المهم اتضح بعد كده ان الطيارة ما انضربتش، لكن وقعت لما ركاب الطيارة اشتبكوا مع المختطفين واقتحموا كابينة الطيار اللي كان بيسيطر عليها المختطفين، فحصل الاشتباك فالطيارة وقعت. الساعة 10:28 دقيقة بيظهر ناس في البرج الثاني من ابراج مبنى التجارة العالمي واللي النار لسه ماسكة فيه. الناس خرجت من الشبابيك ورفعت هدومها علشان تلفت انتباه فرق الانقاذ انهم لسه عايشين فينقذوهم، لكن في اقل من دقيقة بينهار البرج الثاني، انهار كانه ما كانش موجود، كان لم يكن. في نفس اللحظة كان ديك تشيني نائب الرئيس في الملجأ تحت الارض بدأ يتاوب هو وكل اللي معاه. في الاول كانوا فاكرين انه ارهاق شغل، لكن مع مرور الوقت حسوا ان في حاجة غلط، واكتشفوا فعلا ان نسبة الاكسجين بدأت تقل في الملجأ بسبب عدد الناس الكتير الموجودين، فما كان منهم الا انهم خرجوا عدد كبير من الناس وسابوا بس اللي محتاج لهم. وهنا ملحوظة مهمة، الناس دي دخلت الملجأ علشان يحموهم من الهجمات اللي بتحصل فوق الارض، وبالتالي لما تخرجهم فده مش معناه انك بس بتحافظ على نسبة الاكسجين في الملجأ، ده انت بتضحي بيهم. المهم هم حرين مع بعض. اثناء ما كانت طيارة الرئيس بتتنقل من قاعدة باركسدال لقاعدة اوفيت، وصلت للرئيس معلومة من ديك تشيني نائب الرئيس بتقول الدور على الملاك، وهنا الرئيس جورج بوش حرفيا اتخض. ليه يا فندم؟ هي المعلومه دي معناها ايه؟ الملاك ده كان الاسم الكودي لطياره الرئيس الامريكي، وما كانش حد يعرفه غير الرئيس وحرس الرئيس وقائد الطياره. فكان السؤال ازاي ديك تشيني نائب الرئيس عارف الاسم الكودي للطياره؟ التفسير الوحيد هو ان حد من حرس الرئيس خاين وهو اللي سرب الاسم الكودي للطياره، وبما انه سرب الاسم الكودي للطياره يبقى اكيد سرب خط سيرها، ومش بعيد يكون بيجهز لاغتيال الرئيس في قلب الطياره. دي كارثه، المعلومه الصغيره التافهه دي حرفيا كارثه. انت متخيل يعني ايه اي رئيس جمهورية يشك في حرسه الشخصي؟ فكان القرار بان محدش يقرب من مكتب الرئيس على الطيارة غير اللي هو يطلبه بنفسه، وبالتالي لو حد حاول يقرب بدون ما الرئيس يطلبه يبقى هو ده الخاين ويتم التعامل معه فورا. وفضلت حالة الرعب دي مسيطرة على الكل لحد ما الطيارة وصلت القاعدة العسكرية اوفيت، وما حصلش حاجة، لا في خاين ظهر ولا حد حاول يغتال الرئيس. واتضح بعد كده ان الموضوع كله سوء تفاهم، واللي حصل ان حرس الرئيس لما بيتكلموا مع بعض على الطيارة الرئيسية بيقولوا الملاك. فرئيس الحرس اتصل بنائب الرئيس ديك تشيني وطلب منه طيارات مقاتله تامن طياره الرئيس في الجو، لان عنده معلومه ان الدور عليها. لكن وهو بيكلمه ويطلب منه الطيارات دي، بدل ما يستخدم اسم الطياره الرئاسيه استخدم اسم الملاك زي ما هو متعود يتكلم مع زمايله. فلما نائب الرئيس اتصل بعدها بالرئيس يقول له ان الطياره الرئاسيه مستهدفه، نطق اسم الملاك بدل ما يقول الطياره الرئاسيه، زي ما حرس الرئيس قال له بالظبط. يعني في النهايه دي كانت مجرد غلطه من حرس الرئيس بسبب الضغط العصبي اللي كانوا فيه، وده برضو مشهد يوضح لك مستوى الثبات الانفعالي لحرس رئيس اقوى دولة في العالم. واضح ان ما كانش فيه ثبات انفعالي اصلا. المفارقة العجيبة ان في نفس اليوم 11 سبتمبر الجيش الروسي كان رفع حالة الطوارئ علشان ينفذ مناورات عسكرية، وبما ان امريكا بتتعرض لهجمات ارهابية فهم كمان هيرفعوا حالة الطوارئ في الجيش الامريكي. لكن المسؤولين في البيت الابيض كانوا خايفين انهم لما يعلنوا حالة الطوارئ في الجيش روسيا تفتكر ان ده اجراء عدائي ضد حالة الطوارئ اللي اعلنتها في جيشها. فكونداليزا رئيس مستشارة الامن القومي الامريكي وبدون تفكير رفعت سماعة
التليفون وكلمت الرئيس الروسي بوتين وقالت له انهم هيعلنوا حاله الطوارئ في الجيش الامريكي، لكن ده ملوش اي علاقه بحاله الطوارئ اللي اعلنها الجيش الروسي. فما كان من الرئيس بوتين الا انه قال لها ما تقلقيش، احنا لغينا المناورات العسكريه اللي كنا هننفذها ولغينا حاله الطوارئ بسبب الهجمات اللي بتتعرضوا لها. كونداليزا رايس بتقول ان بمجرد ما قال لها الكلمه دي حست بالغباء. ما اكيد روسيا شايفه اللي بيحصل في امريكا، ومش بس روسيا، اكيد العالم كله شايف اللي بيحصل وعارفين احنا هنعلن حاله الطوارئ ليه. وده برضو مشهد جديد يوضح لك حاله التخبط اللي كان بيعاني منها الناس اللي المفروض بيرسموا خريطه العالم من وقت للتاني. في نفس اللحظه كان الرئيس جورج بوش بيسال مايكل موريل مسؤول المخابرات في فريق الرئيس واللي موجود معاه على الطياره، وبيقول له مين اللي عمل كده. خد بالك لحد دلوقتي الرئيس ما يعرفش مين اللي عمل كده. فرد عليه وقال له، وخد بالك من المشهد ده علشان مهم جدا، قال له اللي يقدر من اعدائنا على تنفيذ عمليه بالكفاءه دي دولتين، ايران والعراق، لكن محدش منهم هيستفيد حاجه من العمليه دي، وبالتالي التخمين الوحيد هو تنظيم القاعده. الساعه 52 دقيقه وبمجرد وصول الرئيس لقاعده طفت الجويه، نزل في ملجأ تحت الارض اسمه القياده الاستراتيجيه. وعلشان تتخيل معايا مشهد الملاجئ اللي استخبى فيها الرئيس الامريكي ونائب الرئيس الامريكي ومستشاره الامن القومي الامريكي ومدير المخابرات الامريكي، هي حاجه كده عامله زي الملجأ اللي استخبى فيه الرئيس صدام حسين لكن على انضف شويه. نفس الفكره، زي ما الرئيس صدام هيستخبى بعد كده في ملجأ من الامريكان، الرئيس الامريكي نفسه استخبى قبله في ملجأ من تنظيم القاعده. في اللحظه دي واخيرا يظهر مدير المخابرات الامريكيه جورج تينت. اخيرا قدر الرئيس الامريكي يوصل له ويكلمه فيديو، واول سؤال ساله له مين اللي عمل كده، فرد عليه وقال له تنظيم القاعده. فساله الرئيس تاني عرفته ازاي؟ خد بالك من الاجابه بقى، قال له لان اللي خطفوا الطيارات كانوا على قوائم المراقبه، وخلال الفتره اللي فاتت كانوا بيتدربوا على قياده الطيارات. اقف هنا بقى وفكر معايا، انت جهاز مخابرات بيراقب عناصر ارهابيه وشايفهم بيتدربوا على قياده الطيارات وشايفهم بيحجزوا طيران على طيارات امريكيه، ما خطرش في بالك تمنعهم؟ ما خطرش في بالك تقبض عليهم؟ طب خد الاهم، توني زوتو قائد الخدمه السريه لديك تشيني نائب الرئيس قال في شهادته انه كان على علم باستعداد عناصر ارهابيه لاختطاف طيارات امريكيه، وكان بيجهز نفسه علشان يبلغ المعلومه دي يوم 11 سبتمبر، لكن الهجمات اتنفذت قبل ما يبلغ المعلومه. طب خد الثانيه، ديك تشيني نائب الرئيس قال في شهادته انه وصل له تقرير من المخابرات يوم 11 سبتمبر بيحذر من عمليات ارهابيه محتمله. خد بالك ده نفس اليوم اللي تقرير المخابرات اللي اتعرض على الرئيس جورج بوش ما كانش فيه اي معلومات عن عمليات ارهابيه محتمله. يعني ايه؟ يعني تقرير المخابرات اللي اتعرض على نائب الرئيس مختلف عن تقرير المخابرات اللي اتعرض على الرئيس نفسه. وهنا نرجع ونكرر السؤال، هي المخابرات الامريكيه في الوقت ده كانت شغاله مع مين؟ وهنا لازم وانت بتحلل المشهد ده ترجع لتاريخ تعيين مدير المخابرات وتاريخ خروجه من الخدمه. الراجل ده اللي هو جورج تينت اتعين سنه 96، يعني قبل 11 سبتمبر 2001 بخمس سنين تقريبا، ودي فتره كافيه جدا علشان حاجه من اتنين، اما انه يتعامل مع عمليه زي دي ويمنعها، خصوصا وانه عنده معلومات بيها والعناصر اللي نفذتها كانت تحت مراقبته، او الحاجه الثانيه وهي انه يسمح بيها، يسمح انها تتم. يا ابو حميد انت ازاي تقول حاجه زي كده؟ اقول لك مش انا اللي بقول، ديك تشيني نائب الرئيس وتوني زوتو قائد الخدمه السريه لديك تشيني هم اللي بيقولوا، وهو نفسه جورج تينت مدير المخابرات هو اللي قال انه كان مراقب العناصر اللي نفذت الهجمات. الاهم بقى من كل اللي فات ان وزير الداخليه المصري حبيب العدلي واثناء محاكمته بعد ثوره يناير قال على الهواء قدام الدنيا كلها انه بلغ المخابرات الامريكيه بان تنظيم القاعده بيجهز لعمليه ارهابيه على الاراضي الامريكيه قبلها بشهور، ورجع بلغهم تاني قبلها بايام بان العمليه دخلت حيز التنفيذ، إلا إن المخابرات الأمريكية ما اتحركتش، ما عملتش حاجة. والعجيب هنا إن برغم اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية بكل كبيرة وصغيرة في كل حتة في العالم، إلا إن محدش فيهم اهتم بتصريحات وزير الداخلية المصري، ولا حتى سألوا الراجل ده بيقول إيه. وده سؤال لازم كلنا نقف عنده، ليه الإعلام الأمريكي تجاهل معلومة خطيرة زي دي، وهي إن المخابرات الأمريكية كان عندها علم بالهجمات قبل تنفيذها؟ حضرتك تقول لي على كده مدير المخابرات الأمريكية ده المفروض يتحاكم، أو على أقل تقدير يتفصل من منصبه. أقول لك بالعكس، الراجل اتجدد له بعد هجمات 11 سبتمبر لحد سنة 2004 كما لو كان حد بيكافئه على حاجة ما حدش يعرفها. المهم في اللحظة دي كان كل اللي شاغل باله الرئيس الامريكي انه يخرج من الملاجئ ويرجع لمكتبه في البيت الابيض علشان يخطب في الشعب الامريكي. لحد دلوقتي رجله ما لمستش الارض، لكن الساعة 25 دقيقة بالظبط البرج الثالث في مبنى التجارة العالمي واللي النار كانت ماسكة فيه هو كمان ينهار. وبمجرد ما ده حصل الطبيب المرافق للرئيس الامريكي بدأ يوزع اقراص على طاقم الرئاسة بالكامل. الاقراص دي كانت مصل مضاد للجمرة
الخبيثة. الخوف بدأ يتملكهم لدرجة انهم خافوا من تسريب الجمرة الخبيثة لطقم الرئاسة. المفارقة هنا ان الطبيب ما اداش لكل فرد قرص واحد وخلاص، ده وزع على كل فرد علبة اقراص كاملة، والمفروض كل فرد كان ياخد قرص كل اسبوع. لكن اللي حصل ان دان بارتلت مدير اتصالات البيت الابيض وبسبب حالة الرعب اللي سيطرت عليه ضرب الاقراص كلها مرة واحدة، وكان هيموت فيها لولا انهم انقذوه في اخر لحظة، لدرجة انها تسجلت اول حالة انتحار غير مقصودة على طيارة الرئاسة الامريكية. المهم اخيرا يرجع الرئيس جورج بوش للبيت الابيض، واول حاجة يعملها هي انه يلقي خطاب للشعب الامريكي، والخطاب اللي المفروض بيتكتب في ايام اتكتب في اقل من ساعة، وكانت اخطر جملة فيه هي انك لو بتقوي ارهابيين فانت كمان بالنسبة لامريكا ارهابي. ودي كانت جملة خطيرة جدا لدرجة ان كونداليزا رايس حذفتها من الخطاب وراحت للرئيس جورج بوش وقالت له انت متأكد انك عاوز تقول الجملة دي؟ لانك كده مش بس بتعلن الحرب على تنظيمات ارهابية، انت بتعلن الحرب على دول كاملة. فقال لها ايوه هقولها، وفعلا اضافوها للخطاب من جديد، وبعدها اعلن الحرب على افغانستان وبعدين العراق. صحيح ممكن يكون تنظيم قاعدة هو اللي نفذ الهجمات، لكن مين اللي سمح له ينفذها؟ مين اللي سمح بتدريب المختطفين على قيادة الطيارات؟ مين اللي كان بيراقبهم ومنعهمش؟ مين اللي وصلته معلومة تنفيذ الهجمات قبلها بشهور وما تحركش؟ مين رغم كل الفشل ده استمر في منصبه كما لو كان بيتكافئ؟ والأهم من كل ده، مين اللي طلب منه يغمض عينيه عن كل اللي حصل قبل ما يحصل؟ مين المستفيد الحقيقي من كل اللي حصل؟ والسؤال الأهم، مين اللي بيحكم أمريكا؟ To win, first you have to know whose side you're on. The world is run on secrets.